أصدقائي الأعزاء، مع لقاء جميل ونموذج جميل من نماذج أهل الإرادة وأهل العزيمة وأهل التحدي. صديقتنا الجميلة فقدت أحد صبايا بسبب تعرضها لحادث، لكنها بقوة إرادتها وعزيمتها نجحت في التغلب على إعاقتها والتأقلم معها، وقدرت بقوة إرادتها وعزيمتها تعيش حياتها تستمتع بيها. صديقتنا الجميلة رغم بترها السقايا تستخدم أحد الأطراف الصناعية. الطرف الصناعي بالنسبة لها حاجة أساسية، ساعدها كتير في تخطي هذه الإعاقة ومواجهة هذه الأزمة.